تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الرابعة. أعلنت الصحة اللبنانية أن الغارات الليلية على لبنان أودت بحياة 19 شخصا وأصابت 35 آخرين على النبطية وبعلبك والهرمل جنوبية وشرقية البلاد. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه قتل 3 قياديين في حزب الله فيما شن سلسلة غارات على مدينة صور الساحلية. فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن حركة الملاحة توقفت في مطار بن غوريون بعد سماع دوي انفجار في تل أبيب واعتراض صاروخين أطلقا من لبنان. هذا ورد حزب الله اللبناني بقصف قاعدة جاليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية وصفها بالنوعية. يستمر سجال النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في ظل تصعيد متسارع على جبهات عدة، ما يهدد باندلاع صراعات أوسع نطاقا. فبعد التصعيد والتوتر المتزايد مع إيران وقصف للأراضي المحتلة من فصائل في العراق، تبدو المنطقة على أعتاب تحولات كبرى قد تغير مسار الأحداث بشكل جذري. على وقع تصعيد متزايد يعيش الشرق الأوسط أيامه، حيث تتشابك الأحداث السياسية والعسكرية على جبهات عدة، ما ينذر بمزيد من التوترات التي قد تفضي إلى تطورات غير متوقعة. في لبنان يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، وهو يدخل شهره الثاني مستهدفا البنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية، حيث بلغ عدد من فقدوا حياتهم 2546 شخصا وقرى 12,000 جريح، وعداد الضحايا في تزايد. وعلى الرغم من هذا التصعيد يبقى لبنان في قلب العاصفة مع استهداف قادة بارزين في حزب الله، آخرهم بحسب الادعاءات الإسرائيلية هاشم صفي الدين، من دون تأكيد من الحزب حتى الآن في ظل تبادل القصف بين الحزب والاحتلال. على الجانب الآخر تتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل بعد تسريب وثائق سرية تشير إلى استعدادات إسرائيلية لضرب إيران رداً على هجوم صاروخي إيراني. تسريب يضيف بعدا جديدا للصراع، ما يزيد من المخاوف حول احتمالية توسع المواجهة إلى نطاق إقليمي أوسع. في العراق أعلنت فصائل استهداف عدة مواقع إسرائيلية بطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني واللبناني. تطورات تشير إلى أن العراق قد يكون طرفا أكثر انخراطا في المعادلة العسكرية المستقبلية. وفي ظل هذه التوترات تبرز الجهود الدبلوماسية الأمريكية لاحتواء التصعيد، إذ يسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته للشرق الأوسط إلى الدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة وتجنب التصعيد مع إيران. على ضوء كل ذلك تبدو المنطقة متجهة نحو مزيد من التعقيد والتشابك ما بين الضغوط العسكرية والمناورات الدبلوماسية، مع احتمالات مفتوحة لتغيير في موازين القوى أو توسع لدائرة النزاع إلى مستويات غير مسبوقة. يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في السعودية مع كبار المسؤولين وقف إطلاق النار في غزة واحتواء التصعيد في لبنان، وذلك بعد وصوله إلى الرياض قادما من إسرائيل ضمن جولة إقليمية. وبالتزامن مع زيارة بلينكين وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بيروت لإجراء محادثات والتوصل إلى حل دبلوماسي قابل للتطبيق للصراع الدائر بين إسرائيل ولبنان. إذن تتحرك عجلة الدبلوماسية الدولية بشكل أسرع وأكبر للتهدئة كلما اقترب موعد الرد الإسرائيلي على إيران، واحتدام المعارك على جبهتي لبنان وغزة. تفاصيل أوفى في العرض التوضيحي الآتي. وصول الصراع في المنطقة إلى ذروته وقربه من الانفجار
دفع بالدبلوماسية الدولية للتحرك سريعا نحو التهدئة، خاصة من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، للتوسط بين الكيان الإسرائيلي ولبنان لوقف إطلاق النار. التحرك الأبرز والأحدث يأتي من واشنطن في جولة إقليمية تستمر أسبوعا، حيث استهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارته إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين لبحث وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. من ثم يزور الوزير الأمريكي الأردن وقطر في إطار زيارة للشرق الأوسط. نقلت رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير في الخارجية الأمريكية قوله بأن بلينكين سيناقش في تل أبيب ردها المتوقع على الهجوم الذي شنته إيران بصواريخ باليستية في الأول من أكتوبر الحالي للحد من الصراع الإقليمي. إلى فرنسا، حيث تنظم باريس الخميس المقبل مؤتمرا دوليا يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان في محاولة قد تؤثر على مستقبل البلاد في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، لكن من دون مشاركة الكيان ولا إيران. ويغيب عنه أيضا بلينكين، ما ينذر بفرص ضئيلة بأن يحرز تقدما نحو وقف إطلاق النار. أما إيران فتحركات وزير خارجيتها عباس عراقشي وزيارته إلى دول عدة في المنطقة تريد إيران من خلالها التهدئة وعدم التصعيد. الوزير الإيراني قالها صراحة إن بلاده لا تسعى إلى حرب في الشرق الأوسط وبذلت جهود لتهدئة التوتر، لكنها مستعدة لأي صراع، مؤكدا تلقي إيران تطمينات من جيرانها بعدم استخدام أراضيها وأجوائها في الاعتداء المرتقب. وبعد أكثر من عام على الصراع، أخفقت الجهود الدبلوماسية وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة والصراع الناجم عنها بين حزب الله وإسرائيل الذي احتدم بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، على أمل أن تسحب وزيارة بلينكين 11 منذ 7 من أكتوبر فتيل الحرب في المنطقة. في محيطه يتواصل العدوان على لبنان، فهو يقع جنوب الضاحية الجنوبية لبيروت. مطار رفيق الحريري يواصل عمله مناورا بمسارات رحلاته عبر تغيير مدارج الإقلاع والهبوط لتجنب القصف والعدوان. رغم تصاعد القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، يستمر مطار رفيق الحريري الدولي في أداء دوره الحيوي. مدرج هبوط طائرات شركة طيران الشرق الأوسط تم تغييره إلى مدرج آخر مساء الاثنين في خطوة احترازية تهدف إلى حماية المسافرين والطائرات من الغارات التي استهدفت منطقة لوزاع القريبة من المطار. ورغم أن المطار أو مدارجه لم تتعرض لأي استهداف مباشر حتى الآن، فإن توقف شركات الطيران الخاصة عن تسيير رحلاتها يعكس حجم المخاطر المتزايدة في المنطقة. ومع ذلك تواصل شركة الطيران الوطنية اللبنانية تشغيل رحلاتها في وقت ما تزال فيه المساعدات الإنسانية تتدفق عبر المطار لدعم البلاد. لحديث اليوم هذه جزيرة آمنة ضمن محيط منه آمن. نحن عم نعمل تقييم مخاطر وما بنعرض لا حياة الركاب للخطر ولا شيء، والطيارات بتنزل وبتطلع بناء على خطط مدروسة، وعندنا تطمينات انه طالما المطار عم يستعمل لأغراض مدنية ما حيقربوا صوبه. تلقى لبنان تطمينات من المجتمع الدولي بشأن عدم استهداف المطار، إلا أن التطمينات تعوزها الضمانات، خاصة مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية، فيما تسعى الحكومة اللبنانية للحفاظ على استمرار عمل المطار. عندما يحين الأمر أو الوقت بالنسبة لإسرائيل ولنتنياهو بإقفال المرفأ وإقفال المطار لن يتردد، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيطول، بدليل أنه اليوم عم تشوف الغارات اللي بدأت بالوزاعي على أطراف المطار، يعني ضمن يعني حول المحيط الجغرافي للمطار. هذه رسائل، أنا برأيي رسائل إلى أنه مسألة إقفال المطار هي مسألة وقتية لا أكثر ولا أقل. يذكر أن مطار رفيق الحريري هو مطار دولي يقع على بعد 9 كيلومترات إلى الجنوب من وسط العاصمة بيروت، والمطار التجاري الوحيد في لبنان والمقر الرئيسي لشركة الخطوط الجوية اللبنانية الشرق الأوسط.
رغم القصف على محيط مطار رفيق الحرير الدولي، يبقى المطار حلقة الوصل بين لبنان والعالم، فيما تبقى حركة الطائرات مستمرة لضمان وصول البضائع والمسافرين من وإلى بيروت عبر منفذها الجوي الوحيد. دارين صالح، يو تي في، بيروت. علقت أكثر من 30 شركة طيران عالمية رحلاتها الجوية إلى المنطقة أو دفعت إلى تجنب بعض المجالات الجوية للبنان وإسرائيل وإيران والأردن وحتى العراق إلى أجل مسمى، وبعضها إلى أشعار آخر بسبب الصراع القائم في الشرق الأوسط. وقالت وكالة رويترز إن أبرز الشركات التي ألغت رحلاتها هي مجموعة لوفتهانزا الألمانية وإير فرانس KLM وإير إنديا وبلغاريا إير، كما أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب، وعلقت إيزي جيت ومجموعة الخطوط الجوية الدولية رحلاتها أيضا، ومصر للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر. بعد مرور قرابة عام على خلو منصب رئيس البرلمان، يدعو الإطار التنسيقي وأعضاء مجلس النواب إلى عقد اجتماع لإنهاء الشغور وشغل المنصب الأسبوع القادم، وسط مؤشرات على أن السبت المقبل سيكون موعدا لعقد الجلسة مع استمرار المباحثات خارج أركان بيت التشريع. جدل رئاسة البرلمان وحسمها أثير من جديد بعد دعوة الإطار التنسيقي أعضاء البرلمان إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل، فإلى أين تتجه البوصلة النيابية في حل هذه الأزمة؟ أزمة مستمرة منذ قرابة عام أعادها الإطار إلى الواجهة مع دعوة أعضاء البرلمان إلى إنهاء الشغور على أن موعد الجلسة لم يحدد بعد وفقا للنواب، فيما تخشى كتل نيابية خارج التنسيقي إن القصة لا تخلو من محاولات لفرض إيرادات، بينما تؤكد كتل في الإطار على ضرورة المضي بالاستحقاق الأهم داخل بيت التشريع عبر التمهيد له في خارج أروقته. إطار التنسيقي عندما اجتمع وحدد يوم السبت بدعوة لإنعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس مجلس النواب، هو تعبير عن حسن نوايا الإطار التنسيقي بهذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع بالنسبة للإطار التنسيقي. الآن الإطار التنسيقي أبدى هذه الرغبة، بقيت الكرة في ملعب الأخوة في البيت السني، عليهم أن يتعاملوا مع هذه المبادرة بجدية. وفي وقت يطالب فيه الإطار بالحسم ويرمي كرته في ملعب البيت السياسي السني، فإن سقوفه الزمنية وإن بدت جادة فإنها غير ملزمة لبقية الأطراف ما لم يكن هنالك اتفاق مسبق لإنهاء الأزمة. كان من المؤمل أن اليوم أن تكون الجلسة، لكن الإطار التنسيقي أعطى الفرصة للأخوة السنة أن يتم التفاهم فيما بينهم حول هذا المنصب. في حالة عدم الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع، أعتقد السبت راح تكون أكو هنالك جلسة حول انتخاب السيد رئيس البرلمان، ويترك الموضوع للأخوة النواب حتى يحسم هذا الموضوع سريعا. الاكتفاء بالمرشحين منذ الجولة الأولى وعدم فتح باب الترشيح مجددا، هكذا اتفق الإطار ومن قبلهم الكتل السياسية المشكلة للمجلس استنادا إلى قرارات المحكمة الاتحادية والنظام الداخلي للبرلمان. علي أسد، يو تي في، بغداد. بفارق مريح في الأصوات يتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة لإقليم كردستان، إلا أنه ليس بالراحة الكافية لتشكيل الكابينة الوزارية لوحده، ما يجعل الأبواب مفتوحة على مصاريعها للتحالفات والاحتمالات لشكل الوزارة المقبلة. بأكثر من 200,000 صوت ارتفعت أصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني عن انتخابات 2018، مؤشر جماهيري يضع الحزب في وضع مطمئن في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فلغة الأرقام هي الفيصل في النهاية، وخصوصا أن الحزب يتفوق على أقرب منافسيه بأكثر من 15 مقعدا. قيادات في البارتي أكدت إن مشاورات مع الأحزاب الأخرى ستبدأ قريبا جدا، ولا خط أحمر في التحالف مع أي حزب كان لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة. باعتقادي ستبدأ المشاورات خلال أيام قليلة، و
صوته صار إلى مفاوضات جدية، وكل حزب بما لديه يعني من قوة ومن برنامج انتخابي سيقدمه. الأقرب إلى التحالف هم الحزب الديمقراطي كردستان والاتحاد الوطني، وهو الأسلم لكردستان. أغلبية نسبية حصل عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بحدود 40 مقعدا نيابيا تعطيه قرابة ضعف حجم أقرب خصومه، لكنها ليست بعد كافية لتشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى تحالفات، فيما يؤكد مراقبون للشأن السياسي في كردستان أن هذا الوضع لا يختلف عن سابقه. لدينا تجارب منذ العام 1992، أنا أتصور أن السيناريو الأقرب بعد النتائج، بعد ظهور النتائج وإن كانت أولية مثلا، لكن التصور بأن يكون هناك تحالف بين الحزبين الرئيسيين الأول والثاني من حيث الترتيب، ومن ثم فتح باب التفاوض مع بقية الأحزاب والكتل. بعد تصديق النتائج وبدء الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، يسمى رئيس البرلمان بأغلبية النصف زائد واحد. بعدها يفتح باب الترشيح لرئاسة الإقليم الذي يحتاج إلى ثلثي أصوات البرلمان لنيل الثقة، ليكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما من بدء التكليف. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. أجل المتظاهرون في ذي قار اعتصامهم المفتوح حتى إشعار آخر بعد مبادرة أطلقها شيوخ عشائر، فيما تتبنى جهة نيابية وحكومية أخرى مبادرات لنزع فتيل أزمة اندلعت بعد حملة اعتقالات طالت متظاهرين. إلى إشعار آخر يؤجل متظاهر الناصرية اعتصامهم في ساحة الحبوب، إذ كان من المؤمل أن يبدأ اليوم بعد انتهاء مهلة منحوها للحكومة المحلية والمركزية لتحقيق مطالبهم بإقالة قائد الشرطة وإطلاق سراح المعتقلين. التأجيل جاء بعد تبني شيوخ عشائر مبادرة لحلحلة الأزمة المتصاعدة. نحن نطلب من إخواننا المتظاهرين، هم أولادنا، هم سند هذه المحافظة، وجهودهم كل شيء صار هاي المحافظة، ونطلب منهم أنه يحفظون محافظتهم ونبتعد عن هاي الفتنة، ونطلب منهم عدم نصب الخيام، نطلب منهم التعاون ويانا وإحنا وياهم بكل مواقفهم. وتأتي هذه المبادرة منسجمة مع دعوات تتبناها فعاليات نيابية ومحلية مقربة من الحراك، تدعو إلى الركون إلى التعقل والحلول الوسطية وعدم الانجرار إلى التصعيد بما ينسجم مع تطبيق القانون. اقترحنا يعني حل وسطي لتفادي التصادم بين شباب القوات الأمنية، يتضمن تحويل قضايا المطلوبين من الناشطين من مكافحة الإرهاب إلى الشرطة المحلية، وقد أبدى جميع المطلوبين استعدادهم للمثول أمام القضاء والخضوع لإجراءات القانون. ويدعو متابعون للشأن السياسي في الناصرية إلى تصفير القضايا القضائية للمتظاهرين وإبعادها عن التوظيف السياسي لضمان عودة الهدوء والاستقرار إلى المدينة. بالتفريق ما بين متظاهر سلمي خرج للمطالبة بحقوقه، ويعني قيمت عليه دعاوى كيدية لغرض الانتقام من عنده. هنا الخلاف، احنا ما مختلفين مع القضايا الجنائية، القضايا الجنائية والحق الشخصي هذا منتهين من عنده، يعني احنا مع القانون، لكن أن يلاحق المتظاهر ليكونه مطالبة بحقوقه، لا، هذا أمر خطير جدا. وبحسب أعضاء في مجلس ذي قار، فإن حملة تنفيذ مذكرات القبض التي شنتها الأجهزة الأمنية في ذي قار أسفرت عن اعتقال 70 متظاهرا، رحل 14 منهم إلى مراكز احتجاز في العاصمة بغداد. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تكليف محمد اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة خلفا لحيدر حنون، وذكر بيان للمكتب أن المجلس وافق على تعيين رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون مستشارا
بدرجة خاصة في وزارة العدل خلال جلسته يوم أمس، ورفع توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليه بهذا الخصوص. وثمن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني جهود حيدر حنون في مكافحة الفساد طوال مدة عمله الماضية في رئاسة الهيئة، فيما أشار البيان إلى أن رئيس هيئة النزاهة الجديد محمد علي اللامي يعد أقدم مدير عام في الهيئة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل القانوني والإداري الخاص بالنزاهة. تعهد وزير الكهرباء زياد علي فاضل بإمداد المشتركين في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالطاقة على مدار 24 ساعة بعد إنجاز مشروع التحول الذكي للطاقة في البلاد، وعلى هامش رعايته مراسم توقيع عقود تنفيذ المشروع. قال فاضل إنه سيخدم أكثر من 130 ألف مشترك في محافظات واسط وكركوك والأنبار وديالى كمرحلة أولى، مبينا أن الأسعار في المشروع الجديد ستكون مدعومة حكوميا بنسبة 75% للمناطق السكنية. وكانت الوزارات المتعاقبة أطلقت وعودا متواصلة وصرفت أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2003 وحتى الآن دون أن تحقق تحسنا ملحوظا في قطاع الكهرباء. قالت نقابة المهندسين الزراعيين إن عدد المهندسين العاطلين عن العمل يتجاوز 10,000 شخص، مشيرة إلى وجود خطة لتوظيفهم بالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة الزراعة. نقيب المهندسين الزراعيين صادق المحمداوي ذكر في تصريح صحفي أن العديد من الجهات التنفيذية والوزارات تمتلك جوانب زراعية في عملها، لكن هناك نقصا في توظيف المهندسين الزراعيين، مبينا أنه من المؤمل أن ترى الخطة النور قريبا. وأشار إلى وجود تنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لتضمين المشاريع الاستثمارية الزراعية والمجمعات السكنية التي تحتوي على مساحات خضراء، لافتا إلى أن المهندس الزراعي هو المسؤول عن إدارة هذه المساحات والمشاريع. إلى اللقاء.